تنامي ظاهرة أطفار الشوارع للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل أحد واضع السؤال. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، أصبحت ظاهرة أطفال وضعية الشارع من الظواهر الخطيرة وانتشرت بشكل مثير للجدل في مختلف أرجاء البلاد، ومن المرجح أن تنمو أعدادهم نتيجة التفكك والعنف الأسري والفقر. فما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيواء هؤلاء الأطفال وحمايتهم من الضياع؟ جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس، السيد النائب المحترم، شكرا على هذا السؤال المهم. بغيت نقول بأنه هذا الموضوع من المواضيع التي نهتم بها، ووضعنا في ذلك سياسة عمومية مندمجة تتقاطع فيها تدخلات جميع القطاعات الحكومية وإدماج المجتمع المدني. وكذلك إلى جانب هذه السياسة العمومية هناك بعض التشريعات التي ستسمح بإحداث المجلس استشاري الأسرة والطفولة الذي سيواكب، وكذلك قانون 65/15 للمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنسبة للأطفال بدون مأوى. الآن بغيت نقول لكم بأن من أحد البرامج التي أفرزتها السياسة العمومية مدن بدون أطفال في الشارع، وفي هذا الإطار اهتمينا بالجانب المعرفي وعدنا المعطيات الكافية، وكذلك بالجانب المؤسساتي نقوم بإحداثات وبتمويلها، وأيضا نبلور شراكات مع الفاعلين في الميدان. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. المحترمة، نحن نتمم المجهودات التي تقوم بها الوزارة. صراحة أنا أقولها بكل صدق، الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة لن تستطيع التغلب على هذه الظاهرة هذه، لأنه اللي أعطيتك أنا كنلاحظ من خلال تفحص الوثائق المقدمة لنا في المشروع تاع الميزانية تاع 2019 تنلاحظ أن الوزارة تتدخل من خلال جوج تاع المقاربات. المقاربة الأولى هي دعم الجمعيات في مجال حماية الأطفال في وضعية الشارع، والتي خصص لها هذه السنة مبلغ نتاع 5,800,000 درهم. المقاربة الثانية هي من خلال دعم الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وخصص له مبلغ نتاع 5,800,000 درهم. إذا جمعنا هذا المبلغ كله كيعطينا 10,800,000، حيث نشوفوا النسبة المخصصة من الميزانية تاع التسيير والاستثمار كتعطينا 1.46. شكرا سيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ لا، رد السيد. نعم، تفضلي. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية صعبة، اللي الحقيقة العدد ديالها كيتكاثر اليوم بعد اليوم، وما يمكنناش نكونوا في شي مدينة، سواء المعابر الحدودية مثبتة ومنيلية وطنجة على وجه الخصوص، وما نلقاوش واحد العدد اللي كبير للأطفال، خصوصا حنا في هذا الوقت، هذا الوقت ديال الشتاء والبرد، ما كاين لا مراكز الإيواء. هاد الأطفال هادو إلا جينا نقلبوا في الأسباب الحقيقية للتشرد ديالو هو السياسات الحكومية الفاشلة في المجال الاجتماعي، اللي رغم أنكم تدعون إعطائها الأولوية إلا أنك لقاو الفقر والهشاشة والتفكك الأسري والأمهات العازبات، هادو كل أسباب كتعطينا أطفال متخلى عنهم، أطفال في الشوارع. في غياب الوزارة ديالكم ما عندناش أدنى شروط الكرامة اللي ممكن نحققوها لهاد الأطفال، مع العلم أن المغرب صادق ووقع في 1990 في 1993 على مجموعة ديال الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، لكن الواقع ناطق سيدة الوزيرة يكذب كل هذه الأشياء. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. فهذه اللغة العدمية في الحقيقة لم تعد تنفع، تضر لا تنفع، لأن إلا قلتي لأنك لقيتي شي طفل في الشارع وخديتيه من يدو وبغيتي ديريه في مؤسسة الرعاية وما لقيتيهاش ديك الساعات، نعم، لكن ما نظنش بأنك قمتي بهذا الفعل، و يعني واجهتي عدم وجود مؤسسة لاستقبال الأطفال في وضعية الشارع. الآن أطفال في وضعية الشارع
في عمومهم لا يرغبون في الإيواء. هذه القضية الأولى. لذلك لو سامو اللي هما وحدات التنقل للإسعاف الاجتماعي كيقوموا بواحد الدور مهم جدا، وخصوصا ديال الدار البيضاء على وجه الخصوص اللي اليوم عنده دراسة متكاملة، هي حصلت على غير اليوم، على ما تقوم به في مدينة الدار البيضاء لتقديم الخدمات الضرورية لمن أراد أن يأتي إلى المؤسسة أو من أراد أن يبقى في الشارع، لأن القانون ماشي في صفنا، ما كيحميناش إلا جينا غناخذوه بزز. ديروا أنتم التشريع وخليونا ناخذوا الناس بدون رغبتهم، نظن بأنه ما غادي يبقى حتى طفل في الشارع. القضية الثانية هي أن هناك عدد من المؤسسات بتمويلات باهظة جدا. الأستاذ عاد دابا ذكر قال بأن لو سامي عنده 5 مليون، والجمعيات عندها 37 مليون، و30 بناية ديال الطفولة صلحناها ب 9 ديال المليون بتعبئة بعض المؤسسات الاقتصادية، وعندنا وحدات حماية الطفولة أحدثنا منها 10.